اختياركم لمصطفى شعبان. مصطفى شعبان بدأ مع حضرتك في الأول، وحتى كان في فرحة، يعني انت كنت فرحان بيه جدا امبارح واقف على المسرح، ان هو من تلامذتك. ده حقيقي. يمكن لما اقترحنا ان يبقى في كل سنة المهرجان بيكرم احد تلامذتي، فانا بدأت بمصطفى شعبان. وزي برضو ما قلت في كلمتي امبارح، ان انا كل الفخر لي ان انا اقف كده في قاعة فيها اساتذتي من تعلمت منهم، وفيهم تلامذتي اللي تعلموا مني، والزملاء والفنانين الكبار. الحقيقة ده تواصل محتاجينه يحصل دايما. احنا كفنانين ما بنقابلش بعض، الناس فاهمة ان احنا بنقعد وما بنقعدش مع بعض، او الكل ما بيقعدش مع الكل، يعني ما عندناش اللحظات اللي ممكن نقعد ونتكلم فيها عن مشاكلنا ونتكلم عن معاناتنا او نتكلم عن اخطائنا، ما عندناش ده. فيمكن اللي بيبقى المهرجانات دي فرصة حتى كمان مش للتواصل المصري، لا، التواصل المصري العربي، وايضا التواصل العربي الغربي، عشان تعرفي هم واقفين فين واحنا واقفين فين.